بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية أعواد المثلجات ودرس الصديقان. الصديقان، أول سؤال من معانا عبد الملك. تعال يا عبد الملك. فين عبد الملك؟ راح دورة المياه ولا بشه؟ عبد العزيز، تعال يا عبد العزيز. من هم الصديقان؟ ما اسم الصديقان في الصديقان في هذا الدرس؟ ها، لو قلت بتاخد جائزة. من ومن الذي كان يلعب بالقطار؟ أيوة، من اسمهم ايه؟ خالد. ومن الثاني اسمه ايه الذي صرخ؟ انت ممكن تنزل من على السبورة. هذا خالد اللي انت قلته، وهذا من؟ عم؟ عمار. عمار، خذ جائزة ايها البطل. طيب السؤال الثاني، ليس كلمة الصديقان مفرد ام مثنى ام جمع؟ يعني مفرد ام مثنى ام جامع؟ مثنى. تفضل. تعال يا عبد الملك، لقد اخترت اسمك. كلمة الصديقان مثنى صح؟ اريدك ان تجعلها جامع. هم صديقان، اريدك ان تحولهم الى جامع. ماذا تقول؟ ليست موجودة على السبورة. عندي صديقين، اريد ان اجعلهم أكثر من صديقين، أقول عليهم لا، أريد جامع ما هو مفرد. لو نظرت إلى هؤلاء تقول الصديقان أم ماذا؟ الأصدقاء. أحسنت، تفضل. انظر إلي عبد الملك، ممتاز. السؤال فراج، تعال يا فراج، اقرأ هذا السطر. اول حرف. ادعى صاحبه. صديقه خالد. خالد هادي. خالد. تنوين. افتحها. طب افتحها، يلا اقرأها. خالد. دن. خالد دن. طب ما نوع هذا التنوين؟ اقرأه. ممتاز، خذ جائزة. سعود، يا سعود، كلمة، ما هذه الكلمة؟ لا، هذه الكلمة اقرأ. ال خلصنا ال اللي بعده. افتح الجيم. ايوه، الجديد. قمرية ام شمسية؟ لماذا عليها سكون؟ تنطق ام لا تنطق؟ تفضل، خذ جائزة يا سعود. هتان، هذه أعواد المثلجات. هتان، تعال يا هتان، اقرأ هذه الكلمة. لا، ركز واكسر الكاف. ها، ما اسمها؟ هات التاء مع الراء. ايوه، تركيبي. احسنت يا هتان، خذ جائزة. ما نوع المادة في كلمة تركيب؟ تركيب. احسنت، بارك الله فيك. براء،
اقرأ هذه الكلمة يا براء. يوم يمسك آخر حرف. يلا قولها تاني. يمسك الها عليها ضمه. يمسك هو بماذا تنتهي؟ بهاء أم بتاء؟ هاء. تفضل. أريد فهد. تعال يا فهد. يلا يا فهد اقرأ هذه الكلمة. غ أيوة مرة تانية. غ ضي مرة تانية. غ ايوه بس بسرعه يا فهد ولا تاني. غ غ غاضبه. طيب اريد ان تقرا لي هذه الكلمه. يلا تاني بسرعه. و ها طا دي ايه؟ قولها تاني. احسن تفضل. وطلب. خذ جائزة يا فهد. بقي نواف. تعال يا نواف. لا باقي الباقي موجود. اسرع يا نواف. يا نواف اقرأ هذه الكلمة. صرخ. وقبلها واو تقول. هات الواو معاه. وصرخ. من الذي صرخ؟ عمار. ممتاز. خذ جائزتين. عبد الله تعال يا عبد الله. هدوء. اقرا هذه الكلمة يا عبد الله. خلاص نواف. ما نوع المد هنا؟ عمار. نوع المد ألف أم واو أم ياء؟ عمار. أيوة فتحة هنا. نقول مد ألف أم واو أم ياء هنا؟ يا سلام عليك. هل هذه الكلمة بها حرف مشدد؟ هنا حرف مشدد. ما هو؟ ما اسم الحرف المشدد؟ أيوة الحرف الذي عليه شدة. ما اسمه؟ ميم. يعني الميم هذه كم مرة نقول الميم إذا كانت مشددة؟ عم ما كم مرة قلت حرف الميم؟ ما. أيوة أنا نطقت الميم دي يا عبد الله أهي. قلت عم ما. كم مرة قلت حرف الميم؟ مرة أم مرتين؟ مرتين. المرة الأولى ساكنة والمرة الثانية مفتوحة. يبقى الحرف المشدد ينطق كم مرة؟ مرتين. وقلنا عمار به مد؟ عمار. مد ألف أم واو أم ياء؟ ألف. أحسنت. ريان اقرأ لي هذه الكلمة يا ريان. أيوة القط. أيوة اهي كبرتها لك. ارفع صوتك. لا ركز. ايوه مع بعض مقطع مقطع. ال مع بعض.
القاف مع الضاد. القد تاني اسمها اللي بيتكلم عين. مرة تانية أيوة القضباني. ما فائدة القضباني؟ عشان تخلي القطار يمشي على السكة. يمشي عليه، ممتاز. أحمد اقرأ هذا السطر يا أحمد. ما نوع هذا الأسلوب؟ أحسنت، خذ جائزة. سلطان تفضل. ما سمعت الحركة هنا؟ كم مرة قلنا الدال؟ كم مرة نطقت الدال؟ مرة مشدد، مرة ساكن، ومرة رد. ما نوع التنوين؟ وما نوع المد؟ لا، نوع المد هنا ألف أم واو أم ياء؟ تفضل. آخر واحد معانا سعود. سعود طلعت؟ أمال سعود مكتوب عندنا مرتين. سعود العتيبة هذه. خلاص، في حد ما خرج؟ خالد تعال يا خالد. لا حتى طلع. تعال يا خالد، تعال يا خالد. خلاص، ما زي الكلمة؟ خالد. ممتاز، هذا طبعا اسمك. أريد أن تقرأ لي هذه الكلمة. أكبرها لك. يلا بسرعة، صوت عالي. كمل كمل. سا تاني. سقط. ممتاز يا خالد، جزاكم الله خيرا. الجميع قرأ والجميع أخذ جوائز وبدأ في الأكل بدون إذن. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.